اللي مش ممكن يكحلوش الله يمن سوا بكم إذن إخواني أخواتي خلال هذا الصباح ورمضان مبارك سعيد للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الأفاضل والفضليات فقط لا غير حتى لا نقول شيئا آخر خلال هذا الفيديو سأوضح الواضحات وأسفح التسفيحات مع احترامة الإخوان والأخوات قبل على اللي في ولكن هذا الفيديو مهم جدا 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 لزاستيس ديالهم القوالب ديالهم غادي نعرو لهم عليهم ديك التجاوزات ديال المدبر لي الخلفيه الاقصائيه وبتواطؤ مع هذاك اللي تيمثل النقابات النائب ديالهم يعني المقيم الدائم الى جنب لوجيستيونير هادوك التخطيطات اللي تيديروا والتخريجات اللي تيديروا والتاويلات الخاطئه اللي تيديروا غادي أنفكوا لها الهم ديالها وغادي نعرو لهم على كل التجاوزات كل التغارات كل التحراميات وكل التشهليم هذاك الشيء اللي دوزتو الدكاك اللي دوزتو على امزازي ما غادي نخلوكمش الان دوزوها في عهد بن موسى فاذا كان أمزازي لم يكن يعلم تلك التجاوزات فبن موسى سواء كان يعلم أو لم يكن يعلم لا يهمنا أمرك ولكن سنقوم بالكشف وبالشرح والتفسير الدقيق المميل حتى يا إما تمشوا في الخط يا إما غادي نعرفوكم وغادي نسفحوكم وغادي نوضحوا الواضحات وتوضيح الواضحات من المفضحات إذا خلال هذا الفيديو أولا باش نجسدوا الحضور ديالنا اليومي لرمضان الرابع ونترحم على جميع الاخوان الذين كانوا يناضلون الى جنبنا ووافتهم المنية رحمه الله عليهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه وادخلهم فسيح جناتك ولجميع الاخوان الشيوخ البكماخيين لكلهم في الحق ديالهم اللي تقاعدوا بالسلم التاسع ب 2500 درهم وما دون وفي افضل الاحوال يعني السلم العشر هادو اللي الله يشافيهم والله يعني يعافيهم والله يرد بهم والله يعني بغيناهم ما ما يغادروا ما عرفنا شكون السابق حتى ينعموا بالحقوق ديالهم وهذا حقهم فالتحرامية والتشهليب اللي تديرو راه ما علينا حنا التحراميات ما غادي ديروهاش علينا حنا لان حنا عارفين البيروقطا عارفين لا للنقابات لا النقابات بيعين الماتش هذه مساله لا تناقش باش تكونوا واضحين ومسائل راه مقاده خلينا عليك ديك الهضره الخاويه ديال اخنوش ما اخنوش لانهم كون باغيين يقادوا الامور وباغيين يوصلوا لذاك راه ما غادي يمشوش يقول لك اخنوش ويحملوا المساله الواحد معروف الامور كيفاش تدير حنا نعم مغلش بغيناش نمشيو الهم اللي خلي هذيك نقولوا داكشي ديال الحليمي والي بنك المغرب النور راه را يكونون راه ما لان السياسه اولا بناء داك القانون المالي راه تيتبنى تي تي على هاد جوج تيتبنى على الحليمي وعلى الجواري هذو بجوج التقارير ديالهم هما علاش يتبنى داكشي المندوبيه الساميه للتخطيط والاحصاء التقريرات ديال يعني التقرير ديالها والتقرير ديال الوالي الملك هذا الشيء علاش تيتبنى هذه المسائل وحنا عارفين الامور فين داك خليت نديروا لها حاجه وحده بحدها ان المسائل باغين يديروا لها فا فا يعني <applause> تيمهدوا بنادم باش يتقبل داك الشيء اللي جاي قدام يجي لقدام باش يتقبلو لان راه عندنا ميطا هاديك الميطاق ديال الاستثمار اللي غيكلف غي 300 مليار ديال الدرهم يعني باش يعني تعودوا عليه انه راه خصو خصو يتنزل فعلا باش يضمن ليكم المسائل ديالكم وفعلا التنزيل ديالو غيخصو واحد الكلفه وهاد الكلفة خاصها الفلوس هي التضخم اللي كاين أه باش يمولوها كما ان هاد الزيادة ديال البترول الى اخره راه باش قال لك يمولوا دوك الاوراش ديال الحماية الاجتماعية والصحية الى اخره الى اخره داك ومش من أه الهوامش الهوامش بزير 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 خلينا عليك هذا الشيء اذا بالنسبه للاخوان والاخوات ديال الدكاتره القطاع حامل الشهادات وراكم شتو الاسنادين اللي عطاوهم سنتين جزافيتين الفين من 2021 غادي يديروا لينا في حين الناس الجمعيه ديال المديرين اللي كانت من 2005 ماشي حتى من 2007 في فين حنا عرفناهم طالبوا بتغيير الاطار وهما اللي ناضلوا هما اللي دفعوا الثمن حتى جابوا هذا الاطار ديال المتصرف هادو الله يعاون العونات تشتو دياولو هما من, من يبقاو راه هبطو لهم الالفين 2021 وعشرين، أنا عطاهم سنتين جزافيتين على أساس أن الفين دخل الإطار ديال المتصرف وبالتالي ست سنوات غادي وصلوا الفين وواحد وعشرين إذا الإسناديين خلصوا ما يعمروا من الفين وواحد وعشرين، بالإختيار وبالتالي هذاك الشيء علاش؟ الترقية ديال بالاختيار 2021 بدلا ان بعد سنه خص السنه الاخرى 21 تتخرج في 22 خصها تخرج في 22 خلاوها تل دابا تيجو ديالهم قادوا لهم الامور كما قلت لكم سابقا في نفس الشهر ربعه يغيروا الاطار المتصرف في نفس الشهر ربعه يعمروا يعبؤوا ترقيه بالاختيار لوائح في نفس الشهر الرابع يتجمعوا اللجان الثنائيه ديالهم انه تيخصهم داكشي تيخص القواعد ديالهم وكاين اللي غيقدر يكون تا هو تما في نفس الشهر الرابع تخرج اللوائح تسوى يديروا التسويه الاداريه ومن بعد يصيفطوا التسويه الماليه شهر سته قبل ما يخرجوا قبل ما يكون عيد الكبير يكونوا عاطينهم البينغا شتي السرعه المفرطه من يكون المسائل ديالهم تتخصهم وما يكون حصل توافق بين النقابات اللي كانت دارت لهم التكعريره في شهر 9 وقالت لهم ما نوقعش حتى ترجعوا لنا المسائل من 2021 بالنسبه لاش للاسناد وبالنسبه لخارج السلم اللي كان مطروح مركزيا في الحوار الاجتماعي الدرجه الممتازه والدرجه الاستثنائيه بالنسبه للمسار المهني ديالهم محدود في ترقيه او ترقيتين وبلافوني في 11 درجة الممتازة للمسار المهني ديالو محدود في ترقية أو ترقيتين وبلافوني درجة الممتازة درجة استثنائية هذا هي الدرجة الجديدة هذا هو اللي تقولوا لي يعني درجة الممتازة والدرجة الاستثنائية بالنسبة لهذه الفئات اللي أشرنا لهم إذا مطروح اجتماعيا في الحوار الاجتماعي إذا هذا هي علاش ما بغوش يعني يوقعوا في شهر سعود وقال ليك تجويد العرض باش يهبطوا ويحولوا ذاك الدرجة الممتازة اللي كاينة في الحوار الاجتماعي يهبطوها باش يرجعوها خارج السلم ويديروا لها تخريجة ديالهم على حساب المقاس ديالهم باش يرقوا الى خارج السلم وخا مرقين ثلاثه المرات ولا اربعه تجاوز في وخرق سافر للقانون ديال الوظيفه العموميه المعمول به اللي خاصك تكون مرقي ترقيه او ترقيتين لي كل المسار ديالك محدود في 11 باش تدوز الدرجه الممتازه هما غيروها هبطوها قطاعيا باش يديروا تأويلات اللي بغاو هما اللي بغاو وبالتالي داروا فقط لأي واحد يعني بلافوني في ال11 فهو من حقه يدوز الخارج السلم ديالهم هما واخا يكون مرقي ثلاثه المرات ولا اربعه في حين ان مزور جالسه تتفرج والماليه تتفرج وكل شيء تيتفرج في هذا الخرق ديال اللي هو معمول به اصلا وهو الترقيه للمسار المهني المحدود من الحادي عشر الى السلم الى خارج السلم من 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 الدرجه الاولى يعني السلم الحادي عشر الى خارج السلم او الدرجه الممتازه خاص تكون عندك ترقيتين فقط ترقيتين فقط ماشي ثلاثة اللي مرقي ثلاثة راه ما ولكن داكشي علاش هربوه من الحوار المركزي إلى الحوار القطاعي في حين حنا كنا تنعرفوا في السابق أن الأشياء تمشي من القطاعي إلى الاجتماعي ولاو تيهربوه وعزلوه باش يديروا فيه ما بغاو لأنه بقى مركزي ما يمكنش ليه يدوز لان الترقيه من عشر الى الدرجه الممتازه عند المعايير ديالها وفق القانون ديال الوظيفه العموميه وتيسري على الموظفين ديال الدوله كاملين هادو هبطوا قطاعيا وعزلوه باش ما يكونش مركزي باش يديروا التخريجه اللي بغاو هما اذا نفس الشيء اللي باغين يديروه في هذا المشكل في هذا الملف ديال الدكاتره وديال خارج السلم ديال حاملي الشواهد اذا غادي نوضح لكم بعجاله هذه المشكله ديال الدكاتره اللي الان بداو تروجوا ديك القضيه ديال الاقدميه في في الشهاده ديال الدكتوراه والاقداميه العامه هنا غادي نوضحوا ونرفعوا اللبس اذا ما تنسوش بارطاجوا على نساء واسعه تعاونوا الفائده كثر من جيم الاعجاب اللايكات والدور 120 وهذا راه غادي نديروه بعجاله وما تنساوش ان شاء الله من وراء العصر تقريبا الخمسه تقريبا نديروا واحد اللايف معكم باش نوضح لكم مزيان هذه الاشياء اللي قلنا اللي هضرنا عليها باش نوضحوا الواضحات لان هاد التاويلات وهذا الخرق السافر للقانون راه ماشي يا المره الاولى راه ذوك مين جايين دوك الزنزانه العاشره ونفس الشيء تيقول لك بالمماثله مع دحاي مع ضحايا ز... مع ضحايا شكون ضحايا مع معامل في الزنزانه الزنزانه التاسعه ضحايا الزنزانه التاسعه ضحايا الزنزانه التاسعه هما تشيروا الى ديك 1000 رب 4600 اللي دوزة على امزازي قالوا لي هادو هما اللي بقاو في التاسع وهادو راهم ضحايا الزنزانه التاسعه يعني ضحايا النظامين مثل يقولوا ضحايا الزنزانه التاسعه وهم ضحايا النظامي اللي تقاعد يا يعني اما توظف بالسابع او بالثامن هذو هما اللي كانوا ضحايا الزنزانه التاسعه هما اللي كنا تقيدنا بالماده 112 في 2003 2004 2005 وكان الترقي الاستثنائيه في حدود اربع سنوات من 2003 2007 واحدثت المناصب الماليه ديالنا لازياد من ثلاث سنوات وتقيدنا في جداول الطرق أزيد من ثلاث سنوات وتقاعدنا, في وتقاعدنا وداروا فينا الكوطه في حين أن المتقاعد تدوز تيدوز بلا كوطة وتقاعدنا بالتاسع وخرجت اللوائح ديالنا لأن كانت ترقية استثناء في حدود أربع سنوات يعني ألفين وسبعة تكون بمفعول مالي ليز دافونس مو طروازيام غراد و دوزيام غراد افيك دي سيزون كوليكتيف خرجات ترقي إلى العاشر وجمدوها ودوزوا بها أصحاب يعني حاملي حاملي الإجازة المصنفين فينا بالتاسع اذا ضحية الزلزال التاسعه هما اللي بقاو هذيك الساعه تاي مساكن خاصهم يدوزوا العاشر الفين 2007 بقاو محلولين المشكل ديالهم حتي الفين ل2011 و دوزوا في بلاصه